طريقا لها. لا تتوقع النصر والثبات إلى الصحفيين الكرام مرة أخرى، كل التحية لكم على هذه. هذا أمر مرفوض أيها الإخوة، هذا أمر مرفوض ومجرم وطنيا وشعبيا وعلى كل المستويات. الذي حدث اليوم جريمة مركبة وترد أخلاقي وقيمي ووطني واضح من هذه الأجهزة الأمنية التي استقوت على هذه التظاهرة السلمية التي جاءت لتندد بالتنسيق الأمني، وجاءت لتندد بمحاكمة الشهداء وبمحاكمة الأسرى في سجون الاحتلال. نقف هنا لنقول أننا ندين هذه الجريمة الوطنية التي تتنافى مع القيم والأخلاقيات الوطنية والفلسطينية والعربية والإسلامية، ولنقول إن ما حدث اليوم من اعتداء على أسرى محررين القائد خضر عدنان، وعلى الاعتداء على والد الشهيد باسل الأعرج، والاعتداء على حقوقيين وصحفيين يمثل إساءة وجريمة نكراء، لا بد من محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، ولا بد من محاسبة الذين أصدروا الأوامر والذين نفذوا هذه الأوامر من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية المحتلة. كل التحية لكم من غزة هاشم، كل الدين، ونمكن لهم في الأرض. إذا أبشروا فإن التبثة، ولكن أن يكون هناك صعود لشكل